خدمات الحياة. مستمعي الحياة فيم، مرحبا بكم في حلقة جديدة في برمجتنا جديدة، حلقة جديدة من برنامج خدمات الحياة. نجيكم اليوم بموضوع جديد حول الخدمات المدرسية. هذا علاش سعداء باستضافة واستقبال عبر الهاتف السيدة حليمة فقراوي، المنسقة الجهوية لديوان الخدمات المدرسية بالقيروان ورئيسة وحدة القيروان الشمالية للديوان، للحديث حول الخدمات المدرسية. نعرف توا الصغيرات في الإعداديات والمعاهد وأيضا في المدارس عودة مدرسية ترافقها الخدمات الإعاشة والإقامة. ترافقني في حلقة اليوم في الإخراج التقني آمنة بخيت وفي الديجيتال ضياء فجرية. مدام حليمة فقراوي، مرحبا بك على إذاعة الحياة فان. مرحبا بك خويا نجح، مرحبا بكل العاملين في هذه الإذاعة وكل مستمعيها. وقت نقولوا ديوان الخدمات المدرسية، يعني آلية جديدة لتطوير الخدمات، تقديم خدمات إعاشة وإقامة أكثر تطور أكثر جودة وربما حتى مراعاة للجوانب الصحية. أكيد عمل ديوان الخدمات المدرسية أو الخدمات اللي ممكن تقدمها ديوان الخدمات المدرسية لا تقتصر على الإعاشة والإقامة، وإنما تتعدى ذلك إلى النقل المدرسي، إلى التنشيط الثقافي، إلى العمل الاجتماعي. يقولوا عمل اجتماعي، يقولوا المنح المدرسية إلى غير ذلك. طيب نفسرهم بشوي بشوي. توا ربما التركيز بشكل أكثر على خدمات الإيواء بالمبيتات، إيواء المقيمين وأيضا إعاشة أنصاف المقيمين، هكا؟ أكيد الفولين الأساسي اللي نركز عليه خاصة في العودة المدرسية هو تأمين الإقامة وتأمين الإعاشة لوليداتنا في العمليات وفي المعاهد الثانوية. نجمو نعرفوا في القيروان عدد المبيتات، عدد المطاعم المدرسية، عدد المنتفعين بالخدمة هذه. في القيروان عندنا 29 مؤسسة تربوية تحوي مطاعم مدرسية، يعني 29 مطعم مدرسي. ولكن كي نحكي عن المبيتات، عندنا هو المبيتات اللي هي فونكسيونال اللي باش تخدم 27 مبيت. 27 مبيت مدرسي بين إعدادي وثانوي، لأنه عنا إعدادية الباطن هي مطعم فقط ما فيهاش مبيت، وعنا معهد بوحجلة الآن حقيقة المبيت والمطعم مغلقان، وذلك يعاود معناها بنائهما باش يعاود يبنيو المطعم والمبيت بشكل جديد كما تبدات المؤسسة والقاعات والإدارة إلى غير ذلك، باش نعاودوا نبنيوا المطعم والبيت من الأول وجديد. معهد رقادة مازال ما تضحتش الرؤية بخصوص معهد رقادة، مازال إلى حد الآن مازال ما نعرفوش يقدموا البيت تاعناها، مازال ما نعرفوش يقدموا البيت ولا لا، وإن قدموا احنا حاضرين باش نستقبلوا البيتنا باش نقبلوهم ونأمنوا لهم كل الخدمات. أثناء منظومة ترسيم وتسجيل رقمية ربما تعطي بعض المرونة وتسهل عملية التسجيل، وثم حاجات ربما ما زلت مش واضحة للمنتفعين. هو مواكبة الحقيقة، احنا في عصر رقم، وهل مع ملفات كل عام وثائق بالقدس وتتعدى بالمعتمدية ومن المعتمدية للمؤسسة التربوية ثم إلى المقرر الجهوي إلى غير ذلك. خذت الإدارة العامة إجراء، طبعا بالتنسيق مع وزارة التربية، خذت إجراء إن ندخل في عصر رقمنا، وحملنا سيت يدخلوا عليه وليداتنا ويرسموا لتقديم مطالب المنح. وانت كما تعرف المنح تسند عادة إلى الحالات الاجتماعية للناس المعوزين، الناس اللي ما عندهمش دخل يكفل لهم الدخول إلى المبيتات والتمتع بالإقامة والأكلة. الإجراء هذا جديد، تعمل جديد، وذلك لتنظيم عملية إسناد المنح لأبنائنا التلاميذ. هذا ما يعنيش أنه معناها أبنائنا
اللي ما يتحطوش على جناح مش باش يدخلوا لمدة الإقامة، وإنما باش تقع معناها تقع معلومة الإقامة عن طريق مكاتب البريد. هو المعلوم معلوم يبدو رمزي، وإلا كيفاش تراه انه ربما بالنسبه للتلميذ ولا بالنسبه للعائله عند اكثر من تلميذ مقيم؟ كيفاش معلوم الاقامه معناها قيمته قداش بالنسبه للتلميذ؟ معلوم الاقامه محدد، احنا عندنا جدول في معلوم الاقامه يحدد كيما في الاعدادي كيما في الثانوي كيما في المعاهد النموذجيه. هناك جدول يضبط معلوم الاقامه، نسب الاقامه او الاقامه. نعطيك عطيت الاكزامبل. أيوة. مثلا في الاعداديات النموذجيه نصف الاقامه يدفع 33 دينار و500 و 33 دينار عفوا، والاقامه كامله يدفع 66 دينار. وفي غير الاعداديه النموذجيه؟ في غير الاعداديه النموذجيه تنقص، ما عنديش الحقيقه الجدول قدامي، ولكن مش نفس المعلوم، ما فماش فرق كبير بين تختلف بس. شنو الاختلاف حسب الخدمات والا على الاسم وبر. كيفاش؟ الاختلاف في السعر ولا في الثمن حسب الخدمات؟ الخدمات هي احنا ما نفرقوش بين تلميذ في الاعداديه النموذجيه وتلميذ في الاعداديه العاديه. كيما يقع تامين الاكل وتامين المبيت في الاعداديات النموذجيه والمعاهد النموذجيه، كما يقع تأمينها للتلميذ في الإعداديات أو في المعاهد الثانوية العادية. فماش فرق، احنا ما فرقوش بين تلامذتنا، ولكن هذا كريتير معمول من وزارة التربية اللي نمشيو به. هذا مادام قلت لك معناها الفارق حكايتين، ماهيش حاجة كبيرة. هذا مادام حكينا على جودة الأكل، أكيد يعني منذ أحداث الديوان أنه في سعي وفي رغبته لتحسين خدمات الأكل بالنسبة للتلامذة بعد الملاحظات اللي صارت. وين كيفاش تقيموا ربما تجارب مثل نتاع عم ناول وبين طموحاتكم للسنة؟ في الحقيقة احنا من بدينا في 2017 خدمنا على انه لابد من تجويد الخدمات للتلميذ بالنسبة للإقامة أو الإعاشة أو النقل المدرسي أو غير ذلك. نعطيك عطيت الإكزامبل، احنا عم ناول في شهر مارس رغم كوفيد وغيره وغيره، سعينا أول حاجة عملناها قلنا أثناء معناها لابد من توفير كامل التجهيزات في كل المطاعم المدرسية، خاصة التجهيزات العادية. نقول تجهيزات عادية معناها التلميذ عنده كاس وحده، عنده بلاتو وحده، عنده مغرفته وحده، عنده فرشيته وحده. والإدارة العامة ما قصرتش، مكنتنا من تجهيزات كبيرة برشا وزعنا منها، وما زال عندنا ما شاء الله في طبعا مندوبية التربية في إدارة التجهيز. قامت أيضا الإدارة العامة باقتناء العديد من الثلاجات والفراجات للمدارس الابتدائية، المطاعم المدارس الابتدائية سيقع توزيعها الآن، هي جايت إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، ثم لفريقو لكافة المطاعم المدرسية. ومش أعطاتنا على حد المطاعم فقط، وإنما مكنتنا حتى بعدد إضافي. وثم في آخر كلام مع السيد المدير عام لديوان الخدمات المدرسية قال مدام باش نكملوا نزيدوكم تجهيزات أخرى، ما نحب الراحة حتى التلميذ يشرب من كاس خوه أو يأكل من مغرفة خوه. هذا هو على الإجراءات الصحية البروتوكول. وأنت تعرف أنه باش نجودوا الأكلة من هنا يبدأ تجويد الأكل. هذا. ثم الحاجة الثانية، ثم مطاعم مدرسية مشات فيهم البروبوزيسيون، احنا عندنا 12 مطعم مدرسي ايطالي نحكي على مستوى التجهيزات الكبيره. ثم عندنا 3 مؤسسات تربويه اخرى مشات فيها البروبوزيسيون كيف باش نبدلوها مطاعم ايطاليه بتجهيزات حديثه. ومشينا ايضا عندنا 3 مؤسسات 3 مبيتات باش ناخذوهم ويقع تقسيمهم للمبيتات الكبار اللي ما فيهمش دي بوكس، على غرار عددية البيت فحنون، عددية المساعيد، هذوما باش يقع تقسيمهم إلى دي بوكس باش يكون التلميذ يعيش في ظروف طيبة في مبيتاتنا ويجودوا له الخدمات على مستوى الأكل.
هذا هو. حكيت على النقل المدرسي، الحقيقة مازالت مش واضحة بالضبط، يعني مش واضحة بشكل كبير مسألة النقل المدرسي وعلاقة الديوان بالملف هذايا، خاصة أنه نحن نشوفوا ثم إشكالية ما تروح نقل المدرسي للتلامذة. هل يخص نقل مدرسي تلامذة المقيمين وإلا النقل المدرسي بشكل عام؟ لا، احنا نحكيو عن النقل المدرسي بصورة عامة. أيوة. وفي الإطار هذا النقل المدرسي شكون الأطراف المتداخلة في النقل المدرسي؟ جمعية المدنية، من الولاية، وصلة السيد الوالي، وديوان الخدمات المدرسية. جمعية المدنية عندها كونفونسيون مع وزارة التربية باش تأمن النقل للتلامذة اللي يتنقلوا من كيلومتر لثلاثة كيلومتر بالنقل الريفي، بوسط سيارات النقل الريفي المدرسي. فوالا، وإحنا نأمنوا التلامذة ثلاثة كيلومتر من خمسة كيلومتر إلى ما بعد خمسة كيلومتر. كيفاش تصير العملية؟ هي اتفاقية تصير بين السيد، بين الولاية، بين السيد الوالي وجمعية المدنية، والديوان يتكفل بالمتابعة والخلاص. الخلاص. هو دور الديوان. إحنا نخلصوا كل تلميذ باش يتنقل، نخلصوا له. نخلصوا له المعلومة. نخلصوا معناها الناقلين، إحنا نخلصوا له. والمتابعة، إيش معناها المتابعة؟ إحنا عندنا رؤساء مكاتب تنشيط ونقل مدرسي وبناء مدرسية، هما اللي يتكفلوا بمتابعة عمليات نقل التلاميذ، مقيمين ما هوش مقيمين، التلاميذ بصورة عامة، يتنقلوا خاصة في النقل الريفي المدرسي. عملية المتابعة تكون سبع وثيقة إحنا تبعوا بها، اللي هي بطاقة حضور الناقلين، يوميا رؤساء المكاتب يتبعوا التلاميذ اللي تنقلوا واللي ما تنقلوش، واللي يلقاو إشكال مثلا في النقل يحلوا المشكل وينقلوا التلاميذات. ثم إجراءات جديدة إن شاء الله باش تصير، أنا قلت لك إحنا في عصر الرقمنة، بإذن الله باش تكون من هكا عمليات التنقل زادة كيف كيف مرقمنة. التلميذ يطلع في الكهرباء، الكهرباء فيها جهاز، التلميذ عنده بطاقته، يحطها على الجهاز، يتسجل التلميذ هذاك تنقل ولا ما تنقلش، والناقل هذا ينقل 10 تلامذة ولا 15، نعرفوه من خلال الجهاز هذاك. خاطر تعرف مدام حليمة، صارت مشاكل إشكالية، سواء أن الناقل نقل ريفي يقول لك أنا مانيش خالص منهزش تلامذة، وإلا مثلا نهار سوق يعبي المواطنين ويخلي التلميذ ما يمشيلوش، صارت صعوبات وتشكيل. هي تصير، ولكن نحن بهذه المشاكل بالمرصاد، وراي تجينا لي ريكلاماسيون، ورانا قاعدين نتصرف وناخذوا في الإجراءات اللازمة، ونعلموا السيد الوالي ونعلموا الناس المسؤولين الكل باش كل ناقل يتحمل مسؤوليته. سيارة النقل الريفي المدرسي هذيك معناها موجودة على ذمة التلاميذ، ليش موجودة على ذمة حتى حد، موجودة على ذمة التلاميذ الكل. وين لقينا إشكال ولقينا ناقل بار إكزومبل، وهذه حالات الحقيقة ما صارت لناش برشا، كل وين نلقاو ناقل نقل أولياء أو غيره أو مواطن مع التلاميذ رانا ناخذوا فيه الإجراءات. وإلا يهز عدد أكثر من العدد القانوني، يهز برشا تلاميذ وصارت. سي ناجح، احنا مكرسين رواحنا للموضوع هذايا ولمتابعته، ومن المنبر هذا بربي نحب نوجه تحية شكر للسادة رؤساء مكاتب بالحق اللي لاهين بالنقل المدرسي، لأنه عمل كبير قاعدين يقوموا به، كيما السادة رؤساء الوحدات راهم قاعدين يتبعوا وما همش غافلين، ما تتصوروناش غافلين، رانا نتبعوا في شقيقة ورقيقة، خاطر التلميذ هذاك ولدي. أنا نحط ولدي هو اللي يتنقل في الريف المدرسي، فماش فرق بين تلامذتنا اللي يتنقل في الريف المدرسي وبين ولادنا، هذوكم ولادنا وإحنا مسؤولين عليهم، دونك إحنا قاعدين نقوموا بالمتابعة، قاعدين نراقبوا، كل وقت وصلنا ريكلاماسيون رانا ما نسكتوش ورانا ناخذوا الإجراء اللازم. هذا هو، شكرا. للتجويد نحب إضافة ممكن، التجويد زاد الأكلة، زاد عنا إجراء جديد، زاد رقمنة جديدة في عمليات التزود، إن شاء الله هذا الكل باش يجي في الأيام القليلة القادمة، باش نحرصوا على تجويد الحياة الخدمات للتلميذ المقيم وفي المقيم.
هذا هو. شكرا لك مدام حليمة فقراوي المنسقة الجهوية لديوان الخدمات المدرسية بالقيروان ورئيسة وحدة القيروان الشمالية للديوان، شكرا لك ولجميع رؤساء الوحدات. إن شاء الله في المستقبل نتابع الخدمات هذه، أكيد تتضحى بشكل أكبر مع تقدم السنة الدراسية، لأنه حاليا في البداية ربما ما زالت بعض المسائل مش واضحة، خاصة مسألة البطاقات هذه، وإن شاء الله يصير تجويد وتحسين الخدمات كما قالت مدام حليمة في مسألة الإعاشة والإقامة وأيضا النقل. نتابعوا في مستقبل الحلقات أيضا حتى الخدمات التنشيط الثقافي اللي هي مشمولات ديوان الخدمات المدرسية. شكرا لكم مستمعي الحياة فهم، شكرا أمن أبو خيد في الإخراج التقني وضياء فجرية أيضا في الديجيتال، شكرا لكم، نتقابلوا إن شاء الله حلقة جاية. خدمات الحياة.